زمن غير الزمن. الاسم ده كان أهم اسم في عالم المسرح. كان كل همي إن أقدم روايات أقدر من خلالها أوصل رسالتي، وهي الارتقاء بالذوق العام للجمهور. كان دايماً الجمهور بيبقى مستني اللحظة اللي يسمع فيها دقات المسرح التلاتة عشان يبدأ بعدها العرض. وأنا دقات قلبي كانت بتعلى على دقات المسرح عشان هشوف أوفيليا، ولأني كنت حريص جداً على إن المسرح بتاعي يفضل يقدم رسالتي حتى بعد وفاتي، قررت إني أحمي مسرحي بس بطريقتي الخاصة. استعنت بساحر إفريقي. الساحر ده كان صاحب كتاب لعنات من زمن فات، وبدأ يدور في لعناته ويتمتم بتعويذاته ويرش حوالين شمعاته. كانت أول صورة سيلفي في انزل فين؟ شش، وطي صوتك. هو في ايه؟ انزل، تعالى معايا. انزل ايه؟ ده المطره ممطره والبرق بارق. تعالى معايا، تعالى معايا. سمعنا. انت بتهمس ليه؟ عشان انت بتهمس. يعني نتكلم عادي؟ اتكلم عادي. طب ما تقول كده من بدري خبطني. هقول لي بقى احنا جايين هنا نعمل ايه؟ جايين نشتري المسرح ده. واحنا عشان نشتري المسرح ده ننط من الشباك زي الحراميه؟ طب وانت مالك ومال الفن؟ انت راجل بتاع بيزنس. ايوه، مال البيزنس فن والفن بيزنس، وانت كنت بتاع الفن ايام زمان. انا عايزك بفنك ده تخلص لي موضوع المسرح. طب وانت ما خلصتوش ليه بالبيزنس بتاعك؟ عشان البيزنس بيزنس والفن فن. يعني بيزنس. انت عارف دي مين؟ دي اوفيليا. اوفيليا مين؟ دي ساميه سامي صاحبه المسرح. ايوه، ما هي ساميه سامي بس في الصوره دي وهي في دور اوفيليا. مين اوفيليا دي بقى؟ اوفيليا حبيبه هاملت بتاعت شكسبير. ما تعرفش هاملت؟ دي مشهوره جدا. انا بقى حلم حياتي اعمل هاملت ده. انت ليه؟ لا، انا عايز اكتبه باسمك. بجد؟ يعني المسرح هيبقى بتاعي ملكي؟ من امتى كل حاجه بكتبها باسمك تبقى بتاعتك؟
انا قلت هتعملي مفاجاه يعني وتفاجئني. لا يا حبيبي لا ما تحلمش، زي ما احنا تملك ولا تحكم. عليا يا نانسي، اشحال انا افشك مع الواد نونو بتاع المفاتيح واخدك وراه على العجله. لا اخس عليك يا سفوريا، ده كان واخدني في سكته، وبعدين بقى دي ما كانتش عجله، ده كان سكوتر. طب والواد جلده السباك كان واخدك في سكته برضه؟ لا اخس عليك يا سفوريا، انا اللي كنت واخده في سكتي. طب والواد مندوح النقاش كان نازل من عندكم بعد نص الليل بيعمل ايه؟ بيديكي وش معجون؟ شفت انت سلامته ازاي؟ مندوح ما بقاش نقاش، ده بقى كبابجي. يا ابن المحظوظه. طب والواد اللي كان ماسك ايدك عمال يبص؟ لا اغسل. طب الشله اللي كانت بتجي؟ لا اغسل 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 اغسل. سفوريا معقوله انا احب حد غيرك؟ مصدقك يا حبيبتي. سفوريا سفوريا دي بتجيبني من جوه. ايه ده انت رايح فين؟ رايحه سنتر. سنتر؟ سيبيني بدل ما سنتر على نفسي. سفوريا هتوحشني. لولاش اني متاكد انك بتموتي فيا كنت شكيت فيك. بكلمك بامانه. اللهم صل على النبي. لطيف قوي الاخ فاسوليا ده. سفوريا ايه؟ سفوريا لا منكم البعض بقى، ربنا يوفقكم. الله 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 الله، اللي جابلك يخليلك يا نانسي. وده بقى بيعمل ايه على عجرك؟ بس عليك يا فاصوليا، يعني جت عليا انا. ازاي ازاي انا كلمته؟ مقدرش على بعد حبيبي، مقدرش على بعد حبيبي. لا 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 سيب 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 سيب. اقنعنا انه ساحر قوي. شكلي جيت في وقت مش مناسب. طول عمرك بتيجي في اوقات غير مناسبه. طيب كويس. ازيك يا بابا؟ ازيك يا كريم؟ يا هتتعرفوا على بعض دلوقتي؟ المهم يا كريم عايز اعرف بس يعني تفتكر بيكوا كده عايزنا في ايه؟ مش عارف بس هو لما كلمني قال ان هو عامل لنا مفاجاه. يبقى انت قلت له ان فرح انا ورباب الشهر الجاي. لا ما قلتلوش. يبقى عازمنا على الغدا. وايه المفاجاه في كده؟ ما هو على طول بيعزمنا على الغدا. يبقى عازمنا على العشاء. يا رباب واحنا هنتعشى دلوقتي ده كلام. يا مش بقى. اهلا بيكم. وحشني الله يخليك. حبيبي حبيبي. ازيك يا كريم؟ عامل ايه؟ كلكم وحشيني جدا. وانت كمان، ايه الحلاوه دي ما شاء الله؟ ايه رايك؟ بس انت يعني اتغيرت، انت مليت شويه؟ خسيت صح؟ اه تصدق كويس. اه. ايه؟ ايه هو كريم ما قالكش ان فرح انا ورباب خلاص الشهر الجاي؟ لا ما قاليش. طب قول. لا ما تقوليش، مش عايز اعرف ان فرحهم الشهر الجاي. في بقى خبر تاني اهم. ايه؟ امسكوا اعصابكم. ايه؟ لا اعصابكم انتوا اعصابكم. اوكي سيبوا اعصابكم. احبسوا انفاسكم. موتوا سيبوا انفاسكم. انا قررت اخد مسرح ونويت اعمل مسرح بيكم. يا يس 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 يس. ايوه كده ايوه كده يا بيكم هو ده. بس انت هتسمي المسرح بيكم؟ هعمل مسرح بيكم انتوا. اه مين احنا؟ مين احنا؟ عايزكم بقى ايه؟ تفتكروا ايام مسرح الجامعه ونرجع امجاد زمان وكل واحد بقى ياخد فرصه حقيقيه يعبر فيها عن امكانياته وعن مواهبه ونطلع كده مع بعض ربنا يكرمنا نضرب نبقى فوق. يعني هنرجع نمثل تاني سوا؟ ابقى ممثل مشهور. امير عزت. الفنان امير عزت. والنفس تشاور عليا الفنان امير عزت اهو. ايوه اهو. احلم. انا نفسي اقف على مسرح واغني وكل الناس تسمعني واعمل سي دي يكسر الدنيا وكل الناس تحب صوتي. تخيلي وانا اسيب الشغل في السيرك اللي ما بحبوش ده وارجع اشتغل مسرح تاني ابقى ممثل مشهور والناس تعرفني والناس تتصور معايا انا مش مع الحيوانات. تصور اه
الله يا فيك الله حلو قوي. انا عايزك تحلموا بجد وتحشروا الحلم فعلا. خدوا بقى التقيله. في مفاجاه تانية؟ امسكوا اعصابكم سيبوا اعصابكم غمضوا عينيكم. ايه قول بقى فانا بقى قعدت مع اصحابي بتوع مسرح الجامعه جمعتهم بقى وقلت لهم ان احنا هنعمل مسرح وكل واحد هياخد فرصه بجد وهيبين امكانيات. العيال فرحوا جدا وبيدعوا لك. هما فين؟ هما سايبهم مغمضين عينيهم مستنيين المفاجاه. هيتفاجئوا وانت كمان هتتفاجئ يا سما. طب امال سما الكلام بينا وبين بعض. شوف 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 ايه؟ اتفضل يا استاذ وائل. ايه ده؟ العقد. الشؤون القانونيه عندي رتبت لك كل حاجه مع المحامي بتاع سامي يا سامي. ناقص حاجه واحده بس. وجايبه ناقص ليه؟ ما انتوا هتكملوها. امضتك وامضتها وبس. وريني همتك يا بطل. المسرح مستنيك. البوكيه اللي انت بترتبيه من الصبح ده؟ البوكيه ده بالذات انا عايزه اعمله بمزاج. حب جديد بقى؟ ده حب قديم من 20 سنة. 20 سنة؟ انت كنت لسه بيبي. تخيلي راجل بيحب مراته جدا من كتر حبه ده جه واتفق مع بابا انه يبعت لها كل سنه في عيد جوازهم بوكيه ورد، ودفع ثمن 30 بوكيه لقدام، ومن ساعتها الورد ده بيروح لها في ميعاده من 20 سنة لحد النهارده. معقوله في حب بالشكل ده؟ الراجل يموت ولسه بيبعت لها الورد في ميعاده. اه في، بس في افلام ابيض واسود. طب سيبيني بقى علشان اركز عشان يوصل لها في البوكيه ده كل المعاني الجميله. طيب فوتني حاجه زي كده مدام اوفيليا بتحب الورد. بكام الورد ده يا شاطره؟ شاطره؟ ايه كنت بليده ولا ايه؟ ايه؟ جبت كام في سنه كام؟ ايه اللي بتقوله ده؟ سؤال بسيط، بكام الورد؟ الورد ده مدفوع ثمنه من 20 سنه. ولسه جايباه دلوقتي؟ ده انت بطيئه موت. صباح الخير. صباح النور. مدام اوفيليا موجوده؟ مين؟ مدام ساميه سامي موجوده؟ أقولها مين؟ بكري السرياوسي في معاد بينا. تفضل هبلغها حالا. شكرا. طب ما انت سريعة اهو. لحظة هبلغ المدام. قولي لها بكري السرياوسي معاه واحدة سريعة ما يعرفهاش. عنك. شكرا. معقولة يعني يبقى شحط زي واقف كده سايب واحدة سريعة بطيئة شايلة شيلة؟ أنا ما عنديش نفر. إيه؟ ما عنديش بصر. لا ميرسي، أنا اللي لازم أسلمه لها بنفسي. مع حضرتك انا هشيل الورد وهي اول ما تنزل اسلمه لها بنفسك. ما ينفعش، في وصل استلام لازم هي اللي تمضي عليه. انا سامع صوت سلاله مع السلم. سقف سقف سقف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
اتفضلوا ارتاحوا، انتوا واقفين ليه؟ شكرا. ميرسي. اشربوا لي. ميرسي ولا حاجه. قهوه مظبوط لو سمحت. اتنين عصير. انا بحب حضرتك قوي وكان نفسي اشوفك من زمان. وانا معجب بجميع كل اعمالك وخصوصا دور اوفيليا. ميرسي قوي على ذوقكم. انتوا متجوزين؟ لا لا لا، متجوزين ايه حضرتك؟ انا اللي جايبه الورد بتاع كل سنه بمناسبه عيد جوازك. وكمان جايب له ورد. ميرسي قوي على ذوقك، انت تري جونتي. لا يا فندم، ده انا بكر السرياوسي جاي اشتري من حضرتك المسرح. المسرح احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا جو. ألف رحمة ونور عليك. وبكري وصل؟ لا يا جارتي بيه لسه وصل. أوكي. يا سلام يا بكري، لو عرفت جيب لنا المسرح هنبقى ملوك الليل وآخره. تشربوا إيه؟ ما هو يا فندم بنشرب. طيب بعد إذن حضرتك أنا لازم أمشي، ممكن تنزلي على الوصل بتاع الورد؟ جودة دايماً كان بيملأ أوضتي في المسرح ورد. أحلى أيام حياتي قضيتها على المسرح، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الأيام أيام. الله يرحمك يا شوكت. شوكت؟ يبقى دايماً جيب لها ورد. ده هي بتاعت الورد وهو بتاع المسرح. أنتوا متجوزين؟ متجوزين ايه حضرتك يا فندم؟ انا معرفوش، انا اول مره اشوف. وجوزته بالسرعه دي؟ لا يا فندم، ده هي جايه تشتري المسرح وانا جاي ابيع الورد. لا انت اللي جاي تجيب الورد وانا اللي جاي اشتري المسرح. لا يا راجل تلخبطتني، حرام عليك. لما انتوا بتعملوا كده من دلوقتي، امال لما هتتجوزوا هتعملوا ايه؟ اه صحيح، لما نتجوز هنعمل ايه؟ ممكن تقعد ساكت؟ انا ساكتين. شوفي بقى حضرتك، الجوازه واقفه على ان حضرتك تنضن على وصل المسرح وعقد الورد، اصل باباها مصر الزفه تكون على المسرح. احلى ايام حياتي قضيتها على المسرح ده، لما كان الفن فن وكانت الناس ناس وكانت الايام ايام. الله يرحمك يا رستم. هو جوده ولا شوكت ولا رستم؟ جوده شوكت رستم، اسم كبير في عالم المسرح. اللي يعرف جوده شوكت يعرف يعني ايه رستم. يعني ايه رستم؟ اللي انت بتقوله ده؟ تعرف انها كأنها لأنها؟ كأنها لأنها ازاي؟ كأنها عايشة في الماضي لأنها بتحب الماضي أكتر من الحاضر. تشربوا ايه؟ لا مش متجوزين. تعرف اننا كأننا لكننا؟ كأننا لأننا يعني ايه؟ كأننا متجوزين لكننا أول مرة نشوف بعضنا. الله يرحمك يا جودة. عملت ايه يا بكري؟ عملت ايه في ايه؟ ده في مشكله هنا. مشكله ايه؟ احلى ايام حياتها قضيتها على المسرح ده، كان الفن ناس وكانت الناس جمهور وكانت الايام اي. يعني الله يرحمك يا صفوت. انا مش فاهم حاجه. اما افهم انا ابقى فاهمك. سلام، انت متجوزين؟ هو بيقول ايه ده؟ ناس وايام وحياه، انا مش فاهم حاجه. شوفي بقى حضرتك، ده شيكولاته اللي انت بتحبيها، اتفضلي. وطبعا اجمل ايام حياتك لا تقدر بثمن، بس انا هدفع قد المبلغ ده مرتين عشان ارجع المسرح مسرح تاني عشان اكمل رساله جوده. واساليها حضرتك بقى، يا ريت بقى تنضلنا على الورد وانت حط المسرح في الفازه. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، المسرح ده هيعرف يحمي نفسه كويس قوي عشان يكمل رساله جودته. اتفضلي امضيتك الكريمه كده. ايوه ساميه، سامي احلى الاسامي. هروح بقى افرح باباك بعد اذنك. لا ميرسي يا فندم، خليك الله يخليك. اخد بقى ده عشان ايه؟ اعرف عن نوم باباك. سلام. هو حضرتك ده من الراجل اللي اشترى المسرح ده؟ ليلى ده راجل ذوق جدا وجونتي، وجاب لي ورد وشوكولا كمان. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه،
خلي بالك من جوزك، الرجالة ما بتحبش النكد. يلا قومي يلا حصلي. يلا يلا يلا. انتي اكيد بتهزري. اه والله زي ما بقول لك كده بالظبط، وفي الاخر الراجل لخبطني ولخبطها ومضاها على العقد ومشي وسابنا واستلمتني انا بقى. احلى ايام حياتي. انتوا متجوزين؟ اشربي. وده كله كوم؟ والراجل اللي ما بيحبش الست النكديه ده كوم تاني خالص. المهم في الاخر مضيتيه على فاتوره الورد ولا لا؟ ايوه مضيتها، بس كل اللي غيظني انها فضلت فاكره ان هو اللي جاب لها الورد. وقال بيقول لي ايه؟ اما اروح افرح باباكي. وهو يا رب باباكي منين؟ تشربي ايه؟ كده بقى عيش اجمل ايام حياتي على المسرح ده، واقدم فن فن، شوف الناس الناس في جمال ايام الاجيال. يا الحلم بدا يحلم. مبروك يا ابن اختي. مضيت العقد؟ طلعت ست زي العسل، مضيت لي على الورد وحطينا المسرح في الفوزه، انت فاتتك احلى ايام حياتها. المهم المسرح بقى بتاعنا، ولازم نبتدي نشتغل. ايوه فعلا، اجمع انا بقى اصحابي بتوع مسرح الجامعه عشان نعمل بقى روايات تليق بالمسرح ده. وانا قلت ان انا هعمل روايات. انا اللي هعمل روايات قديمه جديده انا واصحابي. امال اشترينا المسرح ده ليه؟ Listen to me, come with me. المسرح ده انا هحوله كله كده لملهى ليلي. كباريه؟ ها نجله. انا وعدت الست ان المسرح يفضل مسرح عشان نكمل رساله الجوده. اوكي نو بروبلم. مسرح منوعات يا خالف هامني. البيزنس ما فيهوش خالي. الفلوس عايزه نفوس تتسند عليها، والنفوس عايز حمايه، والحمايه سلطه. وانا وانت بقى هنبقى السلطه الخفيه. شيرز يا ابن اختي. عازفين ماهرين على أوتار الغنات، كل واحد جواه ملك عايز يحكم. هنسيبه يلا، بس احنا اللي هنتحكم. تشيرز. المسرح زي الحياة بالظبط، الفرق بينهم هي دي الحياة اللي الناس عايزاها مش الحياة اللي الناس عايشاها. احنا بقى هنتحكم. روحنا. كل واحد من دول لازم يحس ان هو اهم واحد، وان رغباته اوامر. طول ما هو مش هيستغنى استغنى عننا، عشان احنا صناع الليفر. بس احنا كده هنبقى يعني بنعرض. بنعرض ايه؟ بنعرض نفسنا للطين والقار. يا سيدي اللي متضايق مننا يعمل زينا. صباح الخير يا مستر بكري. صباح الخير. ده كشف الاسامي الاستاف الجديد بتاع فرع المعادي. ايوه. ودي حسابات فرع مدينه نصر والقاهره الجديده. ماشي.
وبقيه الفروع حساباتها هتكون جاهزه خلال نص ساعه. حضرتك تمر بحاجه تانيه؟ لا شكرا، اتفضلي على مكتبك. اوكي. بقول لك، هو جالتي بيه فين؟ من الصبح في الكباريه. ايه كباريه دي؟ اسمه نايت كلاب. اوكي. اسمه ايه؟ نايت كلاب. ايوه كده. هو بقى في الكباريه من بدري بيعمل ايه؟ مفيش اي اختلاف. ايه؟ مش ملاحظ. اه مش ملاحظ. تسريحه؟ هي دي تسريحه؟ دي شيفونير. اتفضلي على مكتبك. اوكي. اتفضلي. جايبينها من باترينة محل. الكركديه يا باكوباتشو. كركديه ده سخن؟ حويقه. شكرا يا تلباني. خلاص شكرا يا تلباني. اصلا انا كنت عايز اخد اجازه نص يوم عشان المدام بتوضع. المدام بترضع؟ هي مش بتوضع، هي بتوضع. ما الاثنين واحد يا ابني، انت كده وضحتها؟ يعني بتضع مولودا. يعني ولازم تقولها لي بالفصحى يعني من حلاوه مخارج الفاظك. معلش. وهتوضع فين بقى ان شاء الله؟ في المستشفى على اول الشارع. مستشفى الكلب؟ لا، المستشفى اللي بعدها. بقول لك ايه يا تلباني، سيبك من المستشفيات الرخيصه دي. وروح مستشفى نظيفه كده كويسه. هتكتب لك مبلغ محترم. صرفه من الحسابات. ونعيم. ربنا يقضوك. امين. ربنا يكومك. امين. يا رب تروح تعمل عمره. امين. يا رب تروح تعمل عمرتين. خلاص يا تلباني. الناس تقول لك حج مبرور وذنب مغفور. اعمل عمر الناس تقول لي حج مبرور. خلاص يا تلباني. حاضر يا مش عارف. يا رب. خلاص يا تلباني. روح يا ابني، مراتك بتوضع. ده ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ حويقه. سلام يا بيكو، لو تصدق فؤادك وتخلصني من الهم اللي انا فيه ده. يا رب يا رب نرجع حلمنا تاني بقى. اعزائي المشاهدين العزاز اللزاز، زي ما عودتكم دايما بنوصل لمرحله الاندهاش. النهارده في عرض جديد هنوصل لمرحله الانبهار. خليكوا معايا هتنبهروا كلكم. الو. ايوه خالي. فين يا ابني؟ انا في البيت اهو. هتتاخر كده من اولها؟ خلاص بلبس. انجل تعال اتدخل على 9. فاضل لي البنطلون والبابيون. مش مهم البابيون، مهم البنطلون. ما تتأخرش. قولي انت ليه غيرت كل حاجة وسبت الوشين؟ العمال قاعدة تتكسر لأنها تتكسر، مفيش فايدة. خلاص أسيبهم، يمكن يبقوا وشين السعد علينا. ده انت عملتها ازاي دي؟ ايه ده؟ دي جامده جدا. اعملها تاني. انت ايه بقى؟ انا ايه اللي جامد؟
فكره جاي لي هنا؟ انا ما جبتكش. امال الساحر ولا انت؟ ازاي يا حبيبي تجيب لي كده على الوجود بعد حاجه ناس عليا؟ انت جاي تبوظ لي شغلي يا بكري. انا بوظ شغلك وشغلك البيت زي ما جبتنا انت هتعمل ايه؟ يا عم اروحك ازاي وانا اللي جبتك اصلا؟ يا عم انا اللي جبتك ازاي وانا اللي جبتك اصلا؟ انت بوظ لي شغلي يا بكري. اسكت بقى. طب النور بقى. يا نانسي والله ما بكون اجهز لفريتي ده هو اللي وقع عليا من على الشجره. ليه شجره بتطرح رجاله؟ ده لو في شجره بتطرح رجاله احطها في اوضه النوم واقعد جنبها. يا وليه انت عايزه تخونيني باي حاجه؟ ده انا كل ما افتكر منظره وهو على حجرك ببقى اتفرتك من جوه. ده شر عليك يا حبيبي فانتكه. هو انا ممكن احب حد غيرك يا سفريتي؟ بتجيبني من جوه. وبعدين يا حبيبي انا عايزه اسالك سؤال، هو ممكن التوك توك ده يوصلنا الساحل الشمالي؟ او ده يودينا الساحل الشمالي في ساحل العاج ونخسر 2-0 ونرجع بالكاس. التوك توك ده كفاءه نانسي زي صاحبه. احب الكفاءه. من ايدك انت عملته ده. انا مش انا فاهمك، انا فاهمك والله العظيم. انا بشتغل لقيته طلع لي من تحت الارض مره واحده، انا ما اعرفوش والله العظيم يا استاذ منبر. وعاد بدلتك وزرايرك دي يا شيخ انا ما اعرف عنه حاجه. هو ده نابليون بربان يا عم؟ ده مدير السيرك. بص انا اسف وانا مش هعمل كده تاني، وتفضل يا عم غزل البنات بتاعتكم اهي والزمارة اهي، وصرفني بقى من هنا كريم. يعني انا مصرفك انت هتتسطر صرف يا ريت. انا جايبه لك حته مايو بكيني. وعرفتي ماسي منين؟ جرا يا راجل ده بتاع انا. الله وفينه لابسه؟ لا رميه ورا على الكنب. كمان جايباه معاك يا نانسي. امال هتعمل ايه لما تشوفه عليا؟ وانا لسه استنى لما اشوفه عليك. في سوء تفاهم اكيد، في سوء تفاهم. يخرب بيتك هو انت ورايا ورايا. انت هو مستهفني وعايز يشوطك مني. اشوط ايه يا سيدي؟ اهدى بس. انت تعرفي كريم الساحر؟ قال هي كريم، كريم بتاع الحشيش ولا كريم بتاع الانابيب ولا كريم بتاع السرنجات؟ بس بقول لك كريم الساحر. ميكي انا بعمل اعمالي عند الدجال حسنا لهطه. ايه ده؟ امال انا ايه اللي جابني هنا؟ انا بقول لك ايه اللي جابك هنا؟ اهدى بس ارجوك. اكيد انا بحلم وانت تلاقيك بتحلم وتقابلنا في حلم. انت نايم فين؟ اول فيصل. اعمل ايه يا رب تكمل لي مخلي الرجاله كلها تتخانق عليا؟ بقول لك ايه، لحظه واحده بس، انت ممكن تديني بنيه جامده كده افوق انا من الحلم اللي انا فيه ده ونخلص؟ يلا عز الطبق. الواد فين يا نانسي؟ اطفحه لو كنت مخبيه. Hold your hats, the roof is about to tumble in. Holy cats, the walls and floors are crumbling. Hands up, pumping. فانتاستيك. لا ده حبل مش استيك. غالي الحمد لله انا شفتك تاني. ايه ده؟ انت جيت من الساحل؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت لابس كده ليه؟ سكران ولا ايه؟ يا ريت سكران، انا اللي بيحصل لي ده جنان مش معقول. انا فجأة بقى في فجأة واتفاجئ بمفاجأة فجأة. يعني ايه؟ انا كنت في البيت بنس، فجأة لقيتني في سيرك واتفاجئت ان انا في توكو، والمفاجأة ان انا هنا دلوقتي. انا مش فاهم حاجة خالص خالص. محتاج تهدى. سامع؟ خد هديه، هو محتاج يبقى هادي. هو انت ليه مش هادي؟ اللي بيحصل لي مش عارف. انا خديني ده غيرين غيرين. ما عندكش بامبرز؟ عامل كده خابين. افراد العصابه يا جماعه. ها يا ريس، ها يا ريس، انا اهو انا موجود. انت افراد العصابه؟ انا احدهم بس اهمهم، لان انا مذاكر وعامل تفاصيل كتير في الشخصيه. انت مين يا ابني؟ اميره عزت. حضرتك استاذ بس ما حدش يهتم بيا، ما ركبولوش مايك لحد دلوقتي. انت ليك حوار في المشهد؟ اه، ما انا اللي بقول ما حدش يمد ايده عليا. لا لا لا، وحش وحش، الغي الغي. لا يا استاذ، ما انا ممكن اقولها باداء تاني مختلف. ما حدش يمد ايده. واستنى لحظه. عليا. شت، طولت قوي معايا. يلا اتكل على الله على المشهد. يلا انت بيكوا بقى تفتح المسرح وتخلصني من القرف اللي انا فيه ده. يا بنت مين؟ مش انا هنا دلوقتي؟ انا ما جيتش وبروح اماكن ما رحتهاش وبمشي منها وانا ما مشيتش. ده عادي؟ مش عادي. هو خالك فين؟ فين خالك؟ سيبك انت من خالك بس واشرب، واللي مش عادي يعيب عادي. يا ست انا ما بشربش. هو بقى اللي بيحصل ده كده عادي؟ اه لا ده عادي.
ده عادي يا اخوانا. لا 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 ما صحش كده يا اخوانا. انت يا كابتن يا باشا مش معقول كده. مش كل واحد يشرب له كاس يعمل فيها كبير الناس. لا كلمني زي ما بكلمك. تشتم اهو انت. برضو مين هو؟ فين فين هو؟ ايه ده امير؟ في ايه امير؟ حوار ايه وانت سمعت حاجه؟ انا ما كنتش حاطط مايك. كنت بتقلب حضرتك؟ انا مال انا هو اللي دخل واستدرجني للحوار ده. لا 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 هو ممثل عبقري. انت اللي بعتك ابراهيم عمران صح؟ لبسوه يا جماعه دور الدكتور بسرعه بسرعه. لا 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 استنى استنى لبسوه الدكتور وانا هعمل العيان بتاعه صح؟ لا 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 انت هتقلع. وهلبس ايه؟ تلبس لبس بيكو وعلى بيكو لما تبقى تعرف تحترم شغلك. ابقى تعالى وانا اخليك تمثل. على فكره بقى يا استاذ انا بكره كل شغلك وما بحبش اعمالك. عادي عادي مصر كلها ما بتحبش اعمالي. انا نفسي ما بحبش اعمالي. على فكره بقى اعماله حلوه جدا وهو اصلا بيبقى قاصد يثير الدجل في الافلام بتاعته يعني. لما هو عشان عندي شغل. ماشي يا بيكو ماشي يا بيكو جاي بوظ لي شغل يا بيكو. ماشي يا اصحاب. على فكره بقى يا استاذ انت شعرك ده مش لايق عليك ولا يليق على اي حد على فكره. وهقول لك كلمه واحده بس. امير عزت. هنا الفقر وبتولد مراتك في مستشفى بالشيء الفلاني. والله يا اخت معلش ولا مليم. ده الاستاذ بكوي استاذ بكوي ربنا يستر اول ما عرف ان مراتي بتوضع راح مديني مبلغ وقال لي وضحها في مستشفى نظيف. ربنا يسترك يا رب يا استاذ بكوي. ادعي ادعي معايا استرك يا رب يستر يا رب. لسه يا ريس قوم كده يا ريس. انت منزل دي ليه يا عم؟ انا مش رفعتها لك. طب ما كده شكلي مش هيبان يا عم. تبان ايه؟ هو في حد بيبان؟ حد بيبان؟ طب مش عامل مكياج؟ مكياج ايه يا ريس؟ هو انت هتمثل؟ همثل وما هعمل ايه؟ اتفضل يا ريس احنا كده جاهزين. انت اللي قدام دكتور محسن؟ طب تعالى كده معايا يلا عشان المخرج بيزعق. ما ركبوليش مايك. هركب لك انا مايك في كل حاجه. مين عايز يقول ايه ده؟ شكلهم بدأوا. الكاميرا ايه صح؟ يبقى المخرج قلقك. بص انا عامل ايه المنظر؟ طب يعني ايه؟ بعمل ان انا بظبط ده. انت بتعمل ايه وعملت ايه في الجهاز؟ قال يعني بظبطه يعني وكده. قال يعني ايه ونيلت ايه؟ انت مين؟ هو معانا في التمثيليه؟ يا ابني تمثيليه ايه؟ دخلك عليا قطر عمليات ولا بعمل عمليه؟ المخرج اللي قال لي اخرج حالا من هنا. لا 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 من فضلك ما اسمحلكش. ما حدش يقول لي كده. المخرج بس اللي يقول لي الكلام ده. في ايه؟ فين ابراهيم عمران؟ فين الاساتذه؟ مش هينفع كده. ما تقوم بسرعه يا اخويا تشوف في ايه؟ يا ابني تمثيليه انت بقى عليك مجنون بقى. انا اللي مجنون مش تحفظ دورك الاول. ها دكتور فين؟ ايه ده استاذ بكوي؟ ايه ده تنبري؟ ايه سايب مراتك بتقول انه جاي ورايا الاستوديو؟ استوديو ايه يا استاذ بكوي؟ مواطي ايه؟ هي بتمثل معانا؟ بتمثل ايه يا استاذ بكوي؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انت تعرفه؟ ده الاستاذ بكوي صاحب الشغل ربنا يرزقه. بس هو كان بعقله والله. كان بعقل؟ يا اخوانا انا مش مجنون. انا مش مجنون اسالوا المخرج اللي قايل لي. المخرج هو اللي بعتني عشان نكبر معاه. اخوانا انا خليك نجم النجوم المتنجم. بس معانا عشان نجم اجمل دور في حياتك يا اخوانا. تعالى في حاجه غلط. افهمني يا كابتن. يا كابتن يلا اكشن. ايه ايه يا دكتور؟ عشان اللبس يعني. لا انا مش دكتور ده لبس التمثيل. كنت بعمل دور في التلفزيون. انت ممثل بقى يعني؟ لا انا مش ممثل. امال مش ممثل وبتمثل؟ على فكره انا ارتحت لك جدا جدا جدا. الله يخليك. وانت هنا يعني اطمن تماما. انت في ايدي امينه. الله يكرمك. انت بتضرب مخدرات؟ لا. طب مكيفات؟ برضو لا. طب مهدئات؟ لا يا دكتور ما بعملش الحاجات دي. معلش اصلي بحب اختبر ردود افعال المرضى بتوعي. يا دكتور انا مش مريض افهمني. انا ببقى في مكان وفجأة عليها حاجة شفطتني من المكان ده نفختني في مكان تاني خالص. بتتشفط من مكان وتتنفخ في مكان؟ اه. طب وريني كده. وري 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 وري. اوريك ايه؟
اتشفط من هنا واتنفخ من هنا. يا دكتور انت مش فاهمني، مش انا اللي بعمل كده، انا حاجه غصب عني بتشفطني من هنا وبتنفخني هنا، وده اللي جابني هنا. انت بتاخد منشطات؟ يا سيدي ما باخدش الحاجات دي. لا 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 اطمن اطمن، انت حالتك سهله جدا 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 والله، ما تقلق خالص. الله يخليك يا دكتور. لا لا يا حبيبي ما فيش اي حاجه، ده انت جميل جدا جدا. ده ذوقك. تعالى لي يا ابني. امر يا برو. خدوه يا ابني على اوضه الكهرباء، اعملوا له جلسه كهرباء على نفوخه. لا لا يا دكتور، انا مش مجنون. انا مش مجنون يا دكتور. عارفين ان انت عاقل وابو الاتزان كله، واحنا اللي مجانين وحال كهرباء. نحطه على اني شاحن يا دكتور ولا نحطه على التنجر على طول؟ يا اولاد المجانين انتوا هتهربوني بجد؟ ايه ده يشتم؟ اذا الحاله مستعصيه، حطوا صباعه في قبس الكهرباء. انا مش مجنون يا دكتور. يا سيدي انت عايل واحنا اللي مجانين، كهربوا العايل. انا مش عايل يا دكتور، انا مش عايل، انا مش عايل يا اخوانا. على ماما ولا على بابا؟ صدق بيقول ايه حلو قوي. هو انا كده؟ طيب اسمع كده تاني واخد بنفسي. لا انا عايز اسمع. ايه؟ هي دي ايه؟ لا هو اللي بغاها كلام. خده على قد عقله. بعدين ايه اللخبطه دي؟ بس كده استوى. فكوه هاتوهولي على المكتب. ايه يا بروف؟ يا اخوانا يا اخوانا انا مش مجنون. احنا عارفين انك عاقل. لا 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 انا مش عاقل. احنا عارفين انك مجنون. يا اخوانا في فوسه تاهم، في حاجه غلط، انا عايز افهمك. مش مهم احنا نفهم، المهم ان انت تستريح. انا مش مستريح كده خالص. احنا نخش عند الدكتور دلوقتي وهو هيظبط لك البول. حاجه ثانيه يا دكتور؟ انا مش شنطه. التقرير اللي قدامي بيقول انك ما عندكش حاجه خالص. امال في ايه يا دكتور؟ واضح يا استاذ انك ما بتنامش كويس خالص، ما بتاكلش كويس فعلا، وما بتعيش كويس ابدا. ما هو ده اللي بيخلي العقل الباطن يصور لك تهيؤات خياليه، هلاوس سمعيه، حاجات مخفيه، فانتازيا يعني. وشويه الكهرباء العداله اللي عملتهم لك هيلمسوا مع الفانتازيا ويظبطوك. اطمن خالص، انا هكتب لك خروج، بس توعدني انك تاكل كويس جدا وتنام كويس. طبعا. وتعيش كويس ايضا. انا هكتب لك على شويه مهدئات وشويه منشطات مع بعض، ما هو عشان يبطلوا مفعول بعض. ما انت ما عندكش حاجه بقى. الدواء ده تمشي عليه لمده اسبوع. امشي عليه اروح فين؟ انا عايز حاجه تشفطني دلوقتي وتنفخني في البيت اسرع مواصله. انت بتتعاطى ملطفات؟ مزرفات؟ بحب اختبر ردود افعال الدكاتره بتوعي. عارفك عارفك. واضح ان انت رسمي يا بيكو. بكري اصحى يا بكري، طول الطريق وانا بكلمك وانت نايم. اصحى بقى. في ايه؟ هو ايه اللي في ايه؟ وصلنا. وصلنا لايه؟ وصلنا البيت. مؤاخذة يا خالد، معلش انا اسف تعبتك معايا. استنى هنا. ايه؟ انا عايز اعرف اللي حصل لك، ايه اللي وداك مستشفى المجانين؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ معلش يا خالد انا تعبان قوي، انا مش قادر اتكلم، انا مش شايف قدامي غير السرير. مسرح وهنرجع امجاد المسرح ومسرح الجامعه واحلامه، وانت تخيل وانت تصور وانت، وفي الاخر خالص يجي برشط على الدور بتاعي في اللوكيشن والمخرج يقول له انت كويس. طب عايز يرجع يمثل تاني مبلوع، لكن عايز يبقى ساحر؟ ده انا بقالي 5 سنين مش عارف ابقى ساحر. يا جماعه هو منين بس يجمعنا عشان نعمل مسرح؟ ومنين بيعمل فينا كده؟
اكيد في حاجه غلط. انا هكلمه يمكن نفهم فيه ايه. محدش يكلمه، مكلموش يا بابا. اللي هيكلم بيكو حدا ماليش دعوه بيكو. ما تزعلش يعني عبد الله، اللي راح مش نصيبك. ركز بس في الانترفيو اللي جاي، وبعدين ان شاء الله ربنا يجعل في وشك القبول. مش رايح يا عم. فكها بقى بوشك العجيب ده. طب ما تفكها انت بوشك الغريب ده. يا عم وشك المكرمش ده ايه؟ فكه بقى. طب ما تفكها انت، شجعني ان انا افكها. يا عم بقى فكها بقى. عم بقول لك معهوش فك بقى. انا هفكني منكم انتوا الاثنين عشان اتخنقت. السلام عليكم. اهي فك ده. صور فين؟ ابيض واسود، زمن الفن الجميل، الضاحك الباكي. ايه ده يا شوكت؟ يا شوكت ولا معلومه؟ يا نهار رستم، ايه بقى اللي بيحصل ده؟ ايه ده؟ انتوا كمان ابيضتوا؟ كلها ابيضت؟ ايه ده؟ جودك فين؟ فين شوكت؟ وفين يا عم؟ كنتش بحلم. يعني حصل لي ده بجد؟ يعني انا كهربت بجد؟ طب انا ايه اللي وداني المستشفى المجانين؟ يا دكتور، ايه اللي وداني الاستوديو؟ انا كهربت فين؟ كنت عند سفر الازنسي. لا كنت في السيرك. كنت في السيرك؟ لا كنت هنا في البيت. كانت الساعة 9 وسمعت دقات المسرح. أوفيليا. أروح لأوفيليا. بس أوفيليا بتحب الورد. أروح للبيت بتاعت الورد أجيب لها ورد منها. اسمعي اسمعي الورد. تفضل. شكرا. مساء الخير. مساء النور. انت؟ انت شايفه ايه؟ اي خدمه؟ انا كنت معدي بالصدفه من هنا عايز ورد. يعني مفيش محل ورد قريب هنا في المنطقه؟ انت هتهزر؟ ايه عايز ورد؟ اسمك ايه؟ في ايه؟ وايه حكايه اسمك ايه دي كمان؟ ما انا مش عارف اسمك ايه، فبقول لك اسمك ايه عشان تقول اسمك ايه واعرف اسمك انت. اسمك زهره القلم. بس كده عرفت فين محل الورد؟ في الصيدليه اللي جنبنا. في صيدليه في الازخنه؟ لو سمحت ده مكان اكل عيش. لو هتشتري اتفضل، لو مش هتشتري يبقى اتفضل. طب اللي قد ايه هنا بكام؟ شوف انت عاوز قد ايه وانا اقول لك بكام. عايز بوكي كده يعني يكون على ذوقك، يعني يكون رقيق كده وشيك. لمناسبة معينة؟ لا مدورة. نعم. مربعة. ايه؟ انا رايح لسامية سامي، وانت عارفة هي قد ايه بتحب الورد، وانا بقى محتاجة في موضوع مهم جدا يتوقف عليه حاجات اهم. يعجبك ده؟ اه ده ينفع في موضوع مهم، بس ما ينفعش يتوقف عليه حاجات اهم. يتوقف عليه حاجات اهم يعني ايه؟ لا ده موضوع كبير قوي بحكيهولك بعدين، بس دلوقتي خلينا في اللي قد ايه بكام. اتفضل. اه ده حلو قوي. كام ده يا زهرة؟ اه سوري، انسه زهرة ولا متجوزين ولا ايه الطموح؟ 200 جنيه. 200 جنيه بس؟ ده غالي قوي. ايام ما كانت ال 200 وكان الجنيه جنيه. اتفضلي. انا اسمي بكري، والقريبين مني قوي بيقولوا لي يا بيكو. قربي قولي لي يا بيكو. يا فندم؟ آه بكري سرياوسي، وده الكارت بتاعك. مين اللي كنت بتتكلمي معاه ده؟ حب جديد؟ انت جننتي؟ حب جديد ايه؟ ده الراجل اللي انا قابلته عند مدام ساميه اللي كان بيشتري المسرح. مساء الخير. سامية. مدام ساميه موجوده؟ اه مدام سامية، أنا عايز حضرتك في موضوع مهم جدا جدا جدا.
مهم بالنسبة لي؟ بالنسبة لي أنا. طب وأنا مالي؟ ما حضرتك تعرف الموضوع برضه. أنا؟ أيوة. بالنسبة لي أنا؟ أيوة. بخصوص إيه؟ بخصوص المسرح. المسرح؟ المسرح أنا مش ناوي أبيعه. حد قال لك إنه معروض للبيع؟ لو سمحت يا فندم حضرتك افتكري، حضرتك بعت المسرح وأنا اشتريته وقبضت ثمنه على داير مليم. ما أنا قلت استفيد بقرشين بدل ما هو مهجور كده وبيلم تراب. على فكرة أنا بفكر أجدده. أرجوكي أبوس إيدك ما تفكري، ركزي معايا أنا بس دقيقتين. ثانية واحدة. ألو. أيوة يا سمر، إزيك يا حبيبتي؟ احنا كويسين قوي الحمد لله. اختك دي انا مش ناوي اكلمها خالص لانها قللت الذوق. تعتذر؟ لا 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 لا، هي تيجي هنا وتتاسف وانا يا اما اقبل اعتذارها يا اما اقبله. انا حره بقى. باي باي. خير؟ كل خير ان شاء الله. وانا شفتك فين قبل كده؟ هنا حضرتك احنا بنكمل كلامنا. طب كنا بنقول ايه؟ شوفي حضرتك، انا امبارح حصلت لي ظروف عجيبه جدا ومريت بحاجات اغرب من العجب. كل شويه اتنقل من مكان لمكان لمكان. النهارده بقى وانا براجع نفسي اكتشفت ان كل ده بدا معايا مع دقات المسرح. انت مستهون بدقات المسرح؟ مع دقات المسرح كل حاجه بتبقى جاهزه ومعشره، واجمل لحظه في الدنيا هي مواجهه الجماهير. لحظة ممتعة. اه طبعا ممتعة. استنى بقى لما اكلم سمر اخليها تستمتع معانا باللحظة دي. اه فرصة. الو. ايوه يا سمر، ازيك يا حبيبتي؟ احنا كويسين قوي الحمد لله. بقولك يا سمر قبل ما انسى، اختك دي انا مش عايزة اكلمها خالص لانها قلفت الذوق. لا 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 لا، ما تعتذرش، هي تيجي هنا وتتأسف وأنا يا أقبل اعتذارها يا إما أرفض. أنا حرة بقى. مع السلامة. أنت هنا بتعمل إيه؟ أنا مستني سمر. انت تاني؟ اه ده سؤال غريب. انت عايز ايه يا بني ادم انت؟ مش انا قلت لك في حكايه عجيبه كده احكي لك بعدين ساعه اللي قد ايه بكام؟ حكايه ايه بقى؟ انا بقى دلوقتي بيجي الليل الاقيني بتنقل من مكان لمكان من غير تخبيط ولا استئذان. انت ما بتعرفش تتكلم جد ابدا؟ ما المصيبه ان انا بتكلم بجد. هو فين الجد ده؟ مش انا معاك دلوقتي اهو؟ اه. ممكن فجاه تاني هوب مش معاك وفجاه تاني هوب بقيت هنا. لا ده انت مش بتهزر، انت كده بتستعبط. خلي بس. ايه ده؟ الحقيني يا هدير يا هدير. خبرة كدبرة، خبرة كدبرة. اطلعي فوق. لا 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 فوق. اعملي كورة. اعمل كورة. اعمل انت بتعمل زي كده ليه؟ انت ايه اللي جابك تاني؟ تاني يعني انت بتجنني؟ انا كل ما افكر فيك تطلعي يا بكري. انت قلت ايه؟ كل ما افكر تلاقي افكر فيك. انت بتفكر زي كده هنا؟ انا عارف هو ده اللي بيحصل. بتعمل فيا كده ليه؟ بص يا حبيبي انت بتعمله فيا ده. مش عايز اعرفك، مش عايز اعرفك، مش عايز اشوفك تاني. امشي امشي. صدقتي بقى اللي انا بقوله لك ولا لسه فاكراني مجنون؟ ممكن نهدى بقى كده ونتكلم بالعقل. حال انت خليت فيه حال، انت دخلت هنا ازاي؟ انا لسه قافله باب ايدي. هو ده اللي انا عايز افهمه لك وانت مش مداني فرصه افهمه لك. ركزي بقى معايا عشان ممكن اتشفط منك في اي لحظه. هو في ايه؟ انت عاوز مني ايه؟ عايز مني ايه؟ انت لو ليك علاقه بالحكايه دي قولي لي. علاقتي ايه بس؟ علاقتي ايه؟ انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ انا مالي؟
الزهر من الست بتاعت المسرح ده وهي عينها فيه. عينها فيه ازاي يعني؟ مش عارف، في نفس كده مش راضيه، في حاجه غريبه، في حاجه عجيبه، عايز افهم هو في ايه. استنى استنى، افتكرت لما كانت بتمضي على العاده قالت لي ان المسرح هيحمي نفسه بنفسه. يحمي نفسه بنفسه ازاي يعني؟ كده كتير كده. هدير يا هدير، معذورين يا نانسي، ما انا من ساعه ما الشبح ده ظهر في علاقتنا الغريبه وانا الشك والغيره بيفرهدوني. يا حبيبي بعد الشر عليك من الفرهده، وبعدين حلفت لك بنيامين ان ما اعرفوش. حلفت لي بنيامين؟ انت بتحلفي لي بالاسرائيلي يا نانسي؟ صدقني ما اعرفهوش. ولا انا كمان اعرفها. زياره يا نانسي، انت بتيجي على السيره؟ صدقني دي مساله اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبره المزز. انا اول مره اشوفها لما وقعت عليها من على الشجره. انت كمان جايب لك ورد يا نانسي. ميرسي قوي. لا لا لا، الورد ده مش عشانها، ده عشانك انت، جايبه لك عشان تصالحها بيه. والنبي صدق الشبح لسه فريقه. يا استاذ دي يجي لها جنينه مش ورد. انت بقى اللي جايب لها الجنينه. انا بقى بمناسبه علاقتكم الخنيقه دي عازمكم على الكباريه بتاعي النايت كلاب. الشبح عزمك على الكبانيه يا نانسي، عايز ياخدك معاه في طريق الرذيله. انا ماشي. استنى بس، سايبني ورايح فين يا سافوريا؟ انا لو استنيت مش هبقى سافوريا، ابقى ساورني. يا ساورني يا سافوريا. يا باشمهندس يا، انت فاهم غلط. اقول صح. ريح واستريح، يلا بينا على الرذيله. لا روح لوحدك يا سافوريا. يا شطر يا شطر، حتى الشبح مش طايق وشي. ومن ساعتها يا ست هانم وكل حاجه بقت غاليه، الميه غليت والكهرباء غليت، الدنيا ولعت. ايه ده بقى؟ انت شفطتيني صح؟ شفطتك يعني ايه؟ يعني فكرت فيا، وانا بفكر فيا بيليني قدام على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. انت جيت منين يا عم؟ انا جيت من العالم الثاني. على فكره هم عايزينك هناك. هم مين؟ هم اللي عايزينك هناك، اللي في العالم الثاني. اعوذ بالله من الشر الرجيم. تاكس تاكس. يا اسطى يا اسطى، حرام عليك، اروح انا ازاي كده دلوقتي؟ هتصرف انا. اتصرف؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ انت بتعمل ايه؟ هروحك. والراجل السواق ده هياخد تاكسي ويروح. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. يعني تشفطيني وتقولي حرام عليك؟ دي لجنه دي بقى ولا كمين؟ رخصك. وحضرتك ما تعرفش السواقين بيشيلوا رخص فين؟ نعم يا روح امك. لا ما تجيبش سيره ماما عشان بابا بيزعل. انت تعرفش انا مين؟ هتكون مين يعني حضرتك؟ ما حصلليش القرف. انا لا والخفي. خفي؟ طب بطاقتك ورخصك وانزلي. ما انا بس افهم حضرتك بس حاجه. حضرتك انا لا بشيل رخص ولا بطاقه فيه، لا وخفي بيشيل معاه اوراق، انا مش هتلاقيه في السجلات اصلا. يا سلام. طب حضرتك تيجي معانا بقى تشرف على الاسم، نعمل لك زار صغير كده، نصرف الشياطين ونظهر الخفي. يلا حبيبي يلا يا باشا، اتعشت ولموا الكمين ده وتعالوا ورايا. يا باشا افهمك بقى بالراحه يا اخوانا. في ايه؟ راح يا عم. طب بالراحه يا اخوانا، مش كده، في ايه يا بكري؟ قول لي بقى، هو الزر اللي بتعملوه ده بقى بتعملوه على الناشف كده ولا بتجيبوا حاجه تذبحوها؟ نجيب ليه؟ ما انت موجود اهو. وده اختفى يا باشا. يعني ايه اختفى؟ انت اهبل، مش كان قاعد معاك في البوكس؟ كان قاعد معايا وبيتكلم وعيني في عينه، وفجاه فصل الحداب يا باشا. يعني ايه فصل ملح وداب دي؟ يعني ايه؟ اهو يا باشا. صدقت بقى ان انا ده مختفي؟ شكلك مش مصدق. بص هو مصدق، بص هو مش مصدق، بص فص ملح. مساء الخير امير عزت، متقدم معاكم هنا. هقدم مشهد بعنوان عمري ما نسيت ملامح. عمري ما نسيت ملامحه، عمري فاكرها ملمحايا ملمحايا، دورت عليه كتير كتير كتير، اكتر من كتير بكتير، ما لقيتهوش. تعبت 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 قوي، دورت تاني، جريت، تعبت، قعدت، ريحت، قعدت ادعي من قلبي يا رب يا رب ليه يا رب. ربنا نصفني عشان بدع من جوايا، وفعلا لقيته. اول ما لقيته قلت له يخرب بيتك يا اخي، الله يخرب بيتك، انت ورايا ورايا يا اخي. في ايه؟ لا ما تعملش كده. هسيب السينما تيجي ورايا، انت عايز تثبت ايه لمين؟ اكيد انت فكرت فيا صح؟ انت فكرت في ايه؟ مش كده؟ يا سيدي فكرت ولا ما فكرتش يا اخي؟ في ايه؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ يا جدع ما تعملش كده، احنا اصحاب. يا اخي اصحاب ايه؟ امال لو قعدها كنت عملت ايه؟ ستوب. هاي متفكر جدا يا استاذ. مش انت، هو كويس. طب وانا؟ انت هو كويس.
كلها بقى كويسه. بس حضرتك هو اللي بينتحم مش انا. احنا اخترناك انت، هو لا. ما انا جاي امتحله، جاي اقدم انا عشان انتوا تعجبوا بيه يا حضرتك. هو كويس. روح انا عشان انت عندك شغل بقى. ماشي ماشي يا بيكو، ماشي ماشي مخرج. بعدين كل ما هتشوفيني هتصوتي، مش مفروض بقى اتعودت على كده؟ مش انت عارفه ان اللي بفكر فيها بظهر له؟ احمد ربنا انك ما فكرتش فيا وانت في الحمام. وانا لو كنت فكرت فيك في الحمام كان هيحصل ايه؟ شامبو بقى ورغاوي وكنت هظهر لك، هيحصل ايه يعني؟ طب لو اللي انت بتقوله ده حقيقي، يلا اختفي اختفي من قدامي دلوقتي بسرعه. طب لحظه واحده، كان نفسي بس ما حدش فكر فيا. يا نهار ابيض، لو ماما جت دلوقتي وشافتني معاك هتبقى مصيبه. بس تصدقي اوضتك سيمبل وشيك كده لذيذ، هتدل. احنا في اوضتي دلوقتي؟ ما احنا في اوضتك ومش دي اوضتك دي ولا ايه؟ يا نهار ابيض، تعالى يلا. واقفه عندك بتعملي ايه؟ ماما كنت في الحمام بشرب من الثلاجه. اذا كانت الثلاجه ايه اللي دخلك الحمام؟ كده انا داخله الحمام. استني يا ماما يا بنتي، انا مسروقه قوي. فار، لا فار، ما قلتليش ان في فار جوه. والله يا ماما ما كنتش سامع مفتوح. ولا انا دخل منين؟ امسح عليك، دخل منين الفار؟ استخبى كده. شايفين فار؟ الله يخليك. ما ينفعش يا ماما، ما ينفعش. لا عشان انا بخاف من الفار، في فار جوه. في فار اسكت يا حرامي، اديني بس فرصه افهمك حاجه يا فندم. الموضوع مش كده خالص. انا متشكر جدا يا طنط لحضرتك نزلت عن المحضر. إيه كتر خيرك يا ابني. العفو العفو. إيه ربنا يزيح عنك، بس خليك بعيد عني. يلا يا زهره. مالها؟ يلا. هي خانقه ليه كده؟ اصلها خايفه منك. ليه خايفه وانا بعض؟ لا قلت لها انك ملبوس. ايه قلت لها؟ يعني انك عليك عفريت وعشان كده طلعت لنا في البيت، ولما كنتش قلت لها كده ما كانتش جت وتنزلت عن المحضر. ملبوس بقى ولا مقلوع مش فارقه، كلها بهدله. انا اسفه جدا، انا كان نفسي اساعدك بس مش بايدي. انا اذنك. يا ابني اللي بتقوله ده غير معقول وغير منطقي وغير مقبول. يا دكتور انا عارف انت عندك حق في اللي انت بتقوله، بس فعلا صدقني ده اللي بيحصل لي، وابوس ايدك بقى شوف لي حل. وانا اعمل لك ايه يعني؟ ما انت اكيد ما مشيتش على الدواء اللي كتبته لك. ما مشيتش عليه لانه بتاع هلاوس، وانا ما عنديش هلاوس. لا عندك هلاوس. لا ما عنديش. عندك هلاوس. ما عنديش. اثبت لك. اطلع بره. انت بتطردني؟ لا بثبت لك. اطلع بره وانا هقف جوه الاوضه وهفكر فيك واشوف بقى تظهر لي ولا لا. يا سيدي يا عم اتكل على الله بقى، ده انت رغاي قوي. ايه الرغي ده؟ ايه الرغي ده يا اخي؟ اديني بفكر فيك اهو. انا بفكر فيك. ده انا ما عملتهاش مع مراتي. يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. انت ظهرت فعلا. فعلا ايه؟ ظهرت ايه؟ انا دخلت من الباب عادي والله. واضح ان اللي بيحصل لي ده بيحصل لي بالليل بس مش بالنهار.
هو ايه اللي بيحصل لك بالليل؟ ايه اللي بيحصل لك بالليل؟ خالي بيكلمني. خالك بيكلمك بالليل؟ الو، بتكلم في التليفون. ايوه يا خالي. بس احنا مش بالليل. اديني فرصه يا سيدي اتكلم في التليفون. ايوه يا خالي، احنا بالنهار. يوه، شفت بقى اللي بيجيلك خلاوس؟ هلاوس اهي اهو. الو. ايوه يا خالو. يا دكتور، معايا مكالمه يا اخي. الو، انت عايز مين؟ بالصلاه على النبي، النهارده فرح اختي خربشه اللي ملوش في الشنتاشه، اختي اللي رفع عاجبها ومحدش عاجبها، وسمعني الكلام من الفرقه الجميله، خشوا عليا يا دخله. ويه صحاب العروس كده، صحاب العروسه كده، نعمل صف، نعمل نعمل صف صف. هو الشباب، هو العريس راح فين يا عريس؟ فرح بلد ده فص ملح، ده فص ملح، ده فص ملح يا عمودة، ده فص ملح يا عمودة. معلش انا اسف قلقتك، بس ده فرحي وبعد شويه دخلت. اه والله. الف الله يبارك فيك حبيبي. خد بقى الرجاله واقف معاهم زي ما وجبوا معايا. مفيش هنا راجل غير، واي حد يجي هنا يسعر ويجيب ناس تسعر. انا العبد لله اللي فرد الحديد والتناه، والله قادم عليه احرق يلسعي وتعالى. يلا بينا يا واحد. ابوس ايدك انا ولد ولود. ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ تعالى بس اقول لك. يا اخوانا حدي العادي، انا ماشي الخربشه والرجاله. يا جماعه الرمله بتسحبني. ايه ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ بقول ايه الحرامي؟ لكن انت بديب النفسات. ايه رايك؟ انت لابسه طبلوه عربيه، ما تكتبي بقى من ورا عضه اسد ولا نظره حسد. احنا اللي كتبنا على علبه البلمون، محدش يعرف يعمل معانا اي بن. ايه ده؟ انتوا لسه لابسين؟ ما تنجز يا عم سافوريا. طب ادينا فرصه ننجز ولا نهبط حاجه يا ابني؟ المنطقه كلها مستنيه الجول الاول. احنا مباشر يا نانسي، ومفيش فواصل يا نانسي.
يلا روح نانسي. ماشي يا عم كوبايه. ده انا هولع الدنيا يا لو على يقرا النهارده. نفريا يلا بينا. لا ولع النور، عايز كل حاجه تبقى في النور. على فكرة الراجل بيتكلم صح، من حقه تبقى كل حاجة في النور. لسه كنت على بالي. مين ده؟ ليه ليه ليه؟ انت هنا من امتى؟ من تانية ابتدائي. وانا كنت فين؟ في اولى ابتدائي. انت عزمة على ليلة دخلتنا يا نانسي؟ انا عمري ما شفت شبح بالحلاوة والشقاوة دي. انت مش قادر تنساني حتى ليلة دخلتي؟ يا اهل المنطقة يا كابتن. انا بيتعلم عليا ليلة دخلتي يا كابتن. ارجوك الشبح على سريري ومع مراتي قدام عيني. ارجوك من فضلك، دي مسائل عائلية حلوها بينكم وبين بعض، ما تدخلش الناس بينكم. سافوريا انت اتجننت؟ انت بتفضح نفسك ليلة دخلتك؟ امال عايش انا اعمل ايه؟ المرة اللي فاتت رميت نفسي تحت العربية، ارمي نفسي من الشباك. ارجوك من فضلك استر علينا، استر الصحة بينا، اللحظة حالية. ايه يا عم انت جاي تعلم علينا هنا؟ انت بقى اللي بيقولوا عليك شبح؟ لا ده واحد تاني بس انا فيا شبح منه. يا راجل التصرور. انا لسه ما ضربتش. عايزين نطور سلسله البطايم اللي عندنا عشان نبقى مميزين. عندكم مثلا فرع مدينه نصر دنايب، عايزين نفوقه. مستر بكري، مستر بكري. ايه؟ انا سما. اتفضلي. مستر بكري في اجتماع. لا مش هروح اجتماع، انا عايز انام. نقفل الباب وراكي. باب ايه؟ احنا اوريدي في الاجتماع. طب يا جماعه انا موافق، من بكره نبدا اجراءات التنفيذ، تقدروا تتفضلوا. اتفضلي معاهم يا سما. تحت امرك يا فندم. اتفضلي. مع السلامة. تعالى قولي، قولي انت بتروح فين؟ بعمل ايه؟ انا تعبان قوي بس عايز انام خمس دقايق وصحيني بعد اسبوع. انت لا بتيجي الشركه ولا بتروح النايت، انت بتروح فين؟ ده انا بروح مشاوير. يا ريتك تيجي معايا يا جلطي. جلطي؟ اه. اهلا. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورتوا منكم وطرحتوا. ازيك يا حضرتك؟ لا يا ايه ده؟ انت جبت ولا ليه؟ انت جبت زياده ليه كده؟ هي من كترها ولا ايه؟ انت عارف ده ليه؟ ايه مصرك ده ليه؟ يا كوكب يا كوكب يا كوكب. اللعنة على من خان العهد. إن التأخر في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة. تمهل يا سيدي، تمهل تمهل. ففي العفو لذة لا نجدها في الانتقام. هو بيعمل معايا كده ليه؟ شش اسكت خالص. أنت مش عارف عملت إيه؟ ليه عملت إيه؟ العفو من شيم الكرام. لقد حذرتك من خائن العهود لكنك لم تحسني الاختيار. يا مسرحية ايه؟ شش اخرس. مسرحية هش اخرس؟ بطولة مين؟ هش. ده عرض صامت. شش اسكت خالص خالص. اسكت خالص سيدي، لعله الان قد فهم الدرس. لقد كان أمامه الاختيار، إما أن يحافظ على القيم المسرحية التي أفنيت عمري من أجلها، وإما أن يسقط في الهاوية. لا لا. إيه؟ أرجوك بلاش الهاوية. إيه الهاوية دي؟ إيه؟ أرأيتي؟ إنه يستحق اللعنة، دعيني أصب عليه اللعنات فلتسقط في الهاوية. اهرب قبل ما دق التالتة. ولو دق التالتة يحصل ايه؟ هتسقط في الهاوية. لا لا انا مش عايز اسقط في الهاوية. لا 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 انا مش عايز اسقط. لا مش عايز اسقط في الهاوية، مش عايز اسقط في الهاوية.
لا الحمد لله ما سقطتش في الهواء، سقطت في الحته دي الحمد لله. ما هو مش معقول امبارح احاسبك على 50 وتيجي النهارده تقول لي 75، ده كتير قوي. ما انت عارفه ان امبارح غير النهارده والنهارده غير امبارح. على العموم انا مش عامله حسابي دلوقتي، خد دول والمره الجايه هديك الباقي. عموما خلي اللي عندي عندك واحنا بتوع بعض. حسابك كام يا ريس؟ 1200 جنيه دوم له على الجزمه. انا معيش المبلغ ده دلوقتي. اه بس معاك الجزمه. اتفضل يا ريس. شكرا. شكرا جزيلا. انا متشكره قوي. على ايه؟ ده اقل حاجه اعملها معاكي بعد ما طلعتيني من الاسم. طيب اتفضل. ده ايه ده؟ دول اللي معايا دلوقتي وبكره هديك الباقي. عموما خلي احنا بتوع بعض واللي عندي عندك واللي جنب قلبك و معلش اتفضل. طب انا اخد المبلغ ده بس بشرط. اشرط. فاضيه بالليل 10 دقايق؟ ليه؟ عايز اقعد معاكي ساعه. يعني ساعه ونص. ساعتين الا تلت وخمسه. هفكر. يعني خمس ربع ونص. يعني حوالي مش بالظبط في حدود كده. اتأخرت كده ليه؟ I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyming. I've acted out my life in stages with you. بعد ما بابا ما مات انا اللي شلت المسؤوليه. بابا الله يرحمه هو اللي حببني في الورد، خصوصا في الفتره الاخيره قبل ما يتوفى. هو مات ولا توفى؟ ممكن تسيبني اكمل؟ كمل. تعرف ان انا خدت كورسات في تنسيق الزهور رغم ان انا اصلا لسانس حقوق، وبعد ما بابا ما مات اتوفى يعني بقيت انا اللي مسؤول عن البيت والمحل وماما. انا دوشتك مش كده؟ انا سرحان في عينيك ما سمعتش حاجه. قولي تاني كده، بابا ايه وماما ايه؟ رغم ان انا ما اعرفكش كويس بس حاسه اني متعاطفه معاك. بكري، هو انت فعلا ممكن تكون ملبوس؟ انا مش ملبوس يا زهرة. انا ايه؟ لو سمحت في حمام هنا في التواليت؟ فوق عشان. شكرا. اطلع بقى الحمام واجي افهمك. كلي وانت بتاكلي. حبيبي يا روح، اخبارك ايه؟ عسل. وحشتك؟ جدا. قد ايه؟ قد البحر. خلاص يا سيدي هجيلك. او عايز صاحبتي كمان يا مجرم؟ طلعت شمال. ماشي يا سيدي هجيبها لك معايا، بس لازم تاكل كويس بقى عشان انت المره اللي فاتت صحتك ما كانتش كويسه. ماشي. سلام. احنا كنا بنقول ايه يا بكري؟ بقول نطلب الشيك بقى ونتكل على الله نقوم من هنا عشان انا عندي شفط عايز الحقه من اوله. ايه ده؟ في ايه يا بكري مالك؟ يلا انت كمان عشان تلحقي معادك، ويا ريت بقى ما تفكريش فيا هناك عشان هيبقى منظرك وحش قوي قدامي. يا متر شيك. ماله ده؟ ركزوا معايا بقى هوريكم لعبه جديده. وحشتني قوي يا عمر، كل سنه وانت طيب. انت طيبه. واد يا سيدي صاحبتي اللي سالت عليها اول ما قلت لها جات لك جري. كل سنه وانت طيب يا عمر. لو كل الناس زيك كده ما كانش في كيف يحس ان يتيم. ربنا يخليك يا حبيبتي. انا ما عملتش حاجه. ايه ده؟ انا ما فكرتش فيك اصلا، ده اللي جابك هنا؟ يا سلام، امال انا جيت هنا ازاي؟ ركزوا معايا بقى عشان اللعبه دي هتخسر. اه كيلو يخرب بيتك، انت ايه اللي جابك هنا؟ صح، انت ورايا ورايا. هو انا منين بروح الاقيك في وشي يا بكري؟ وحشتني وحشتني. يا اخي ما وحشتك ايه بس؟ سيبتني شغل في السيرك وجيت تبوظ لي شغلي هنا يا بكري. يا عم انا مش عارفني ان انت هنا مش انت اللي جيت هنا. انا ما جبتكش يا عم ولا اعرف عنك حاجه ولا عايز اعرفك بعد النهارده. يا عم سيبني في حالي بقى. يا كيمو حضرتك كده اديك بوظت الحفله، طب الاطفال ذنبهم ايه؟ انت اطفال؟ لا طلعوا رجاله. انا هتصرف. بتعرفي تغني؟ على قد. طب يلا نغني غنوا. يلا يلا يلا. قول لي بكره قول له كله يغني كله. يلا نغني.
الصمت إيقاع، والتعبير بالصمت ما يقلش عن التعبير بالكلام. يا فندم ليه كل ما أكلم مع حضرتك عن المسرح تقعدي تدخلينا في حوارات؟ سمحت أتكلم عن المسرح وهو الكلام يجيب بعضه، يمكن نعرف السر. وأنا هستنى لما الكلام يجيب بعضه، ما بيجيبش بعضه معاه، أسألها على طول على السر. إيه هو سر المسرح؟ المسرح؟ آه أبو الفنون. أوه بس أنا اللي بيحصل لي ده جنون، أنا قربت أتفنن. قربت إيه؟ أتجنن. يا فندم حط نفسك مكاني، أنا طول الليل ما بنامش وعمال أتنقل من مكان لمكان. مطرود من البيت يعني؟ لا 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 مش الفكرة يا هانم. ما أنا عارفة بعد شوية هتطلعوا لي روجتات وتحاليل، أنا فاهمة بقى حركاتكم القرعة دي. لا حضرتك فاهمة غلط، إحنا مش جايين محتاجين فلوس، إحنا من معجبينك. ده إحنا بنحبك قوي جدا فعلا خالص. أوه شكرا قوي يا حبيبي. أيوة. اتفضلوا بقى انزلوا عشان أنا قربت على البيت. انزلي بقى عشان قربت على البيت. انزلي هنروح معاها البيت، قربت على البيت. ابو دوري لكم على شغلانه تاكلوا منها لقمة حلال. ايه بقى خلاص مفيش قدامي غير ان انت تنفذ وعدك عشان تريح نفسك. انا لو كان عليا انا عايز انفذ، بس المشكله في خالي. تروح له وتقنعه. ياه بالسهوله دي؟ ما كانش حد غرق. غرق في اكتر من الغرقه اللي انا فيها، عايز انا اقف قدام الجلطي واجه ده الجلطي بيه. وفيها ايه؟ انت لازم تاخد موقف. اعمل ايه بقى؟ ترتب افكارك وتروح لخالك. لا لحظه بس، يعني ارتب افكار ازاي بقى؟ يعني واحد كذا، اتنين كذا، تلاتة كذا. ما كلهم زي بعض، كلها كذا كذا كذا. اولا انت مش صغير وانت مسؤول عن كل تصرفاتك. ثانيا انت عليك لعنه، واللعنه دي مش هتنتهي غير برجوع المسرح زي ما وعدت مدام سامي. ثالثا وده الاهم، تبطل سلبيتك دي اخي وتبقى انسان ايجابي وتتشجع كده وتدخل على خالك وتقول له انا عندي مصيبه ولازم احلها. صدقني انت قلتهم حلو جدا. تعالي انت بقى قولي له شويه دول. واقول له بصفتي ايه؟ بصفتك بقى. انت هتهزر؟ انا ما بهزرش، انا مش هينفع اقف انا قدام الجلطي و بقول لك ايه. طب انت تعالي معايا اقفي جنبي، يعني شد من ازري شجعيني. امري لله. قولي لي بقى اقول له ايه؟ Let him call me tomorrow morning. Okay, what time? At 10 o'clock, it's okay. The last one is here? Yes. Thank you so much. مساء الخير. ايه في ايه؟ لا انسه كانت عايزاك في كلمتين. تبقى مين الانسه؟ انسه زهره مراتي وهخطبها قريب ان شاء الله. اه انت جاي تصلح غلطتك هنا بقى؟ ايه وتصلح غلطتك ايه؟ من فضلك انا ما اسمحلكش. اهدي كده يا نسا. استني بس رايحه فين؟ ما سبتنيش في الموقف ده. ما انت شايف بيقول ايه؟ معلش اقفي جنبي، مش انت قلت هتقفي جنبي؟ اقفي جنبي. قولي له قولي له قولي له. في ايه؟ هو كان عايز يقول لحضرتك يعني انه عليه لعنه، واللعنه دي مش هتتحل من عليه غير لما الكباريه يرجع مسرح زي ما كان. ما فيش حاجه هترجع خلاص. يخبط دماغه في الحيط. قال لك ايه؟ هو ايه اللي قال ايه؟ يلا روح قول له، اتحرك يلا. انا عايز اقول لك كلمتين. بس ما تفهمنيش غلط. يعني مثلا مثلا لو عندك قطه قطه عاديه يعني اللي هي اللي بتاعت البيت دي العاديه. بلاش القطه عشان هتخربشنا. لو عندك قله مثلا قله اللي هي الفخار دي بتحط فيها ميه وعشان تشرب شويه ميه حلوين كده وساقعين. سيبك من القله هتغرقنا ميه. لو عندك مثلا فلوس معاك مبلغ مثلا خلاص سيبك من الفلوس بتغير النفوس. انت نفسك مثلا يعني بلاش انت عشان هتاخد الكلام على نفسك وهتضايق. انا اهو قدامك انا عن نفسي مثلا. انا مثلا يعني سيبك مني انا. يلا يا زهره يلا. مش فاهمة انت مش هتبطل سلبيتك دي ابدا. انا قلت لك من الاول ان هو مش هيوافق. انا عارفه عنتي ما بيعملش الا اللي في دماغه بس. بص يا بكري الحل في ايدك، والعقد كمان باسمك انت مش باسم خالك. يعني بمنتهى البساطة تنفذ وعدك، الموضوع مش محتاج تفكير. خلاص انا خدت قراري. هتعمل ايه؟ هرتب افكاري. زهرة استني يا زهرة استني بس. طب هفهمك، انت لو جبت قطة يعني قطة عادية ما افهمي. طيب عايز افهمك. خلك ده غريب قوي، انا مش عارفة انت مستحمله ازاي.
شوف انت ما قدرتيش تستحمليه خمس دقايق، انا بقى اللي عايش معاه عمري كله، اعذريني. خلاص خلي باباك هو اللي يتصدر. بابا وماما توفوا وانا طفل. الله يرحمه. نعم. ليه؟ ايه سبب الوفاه؟ سبب الوفاه انهم ماتوا. انا بقى طلعت الدنيا ما لقيتش قدام الا خالي، هو اللي رباني وعلمني وفهمني الدنيا ماشيه ازاي، حتى ورثي من بابا وماما هو اللي مسؤول عنه، هو اللي بيدوره، انا بقى ما اقدرش بعد العمر ده كله اقف قدامه كده واتصدر له واواجهه. طب وهتعمل ايه يا بكري؟ هتجوزك بقى وخلاص. تتجوزني؟ اه كده خبط لازق يعني بدون اي مقدمات؟ مش لازم الاول نحب بعض وتقولي كلام حلو واقول لك كلام حلو وتزعلني وتيجي تصالحني؟ لا 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 ما عنديش وقت للكلام ده، انت عارف ان انا بتشفط بالليل. وانت بقى عايزني اتجوز واحد بيتشفط بالليل؟ ممكن لما نتجوز اتشفط بالنهار. طيب طيب ايوه ايوه. مساء الخير يا طن. يمي يمي الفرح مر. يا طن يا طن حاجه من فضلك افتح الباب ما تحرجنيش قدام الباب. عايز اقول لك كلمتين مهمين. افتحي. انت عليك عفريت، ساعة تروح وساعة تيجي وعايزني افتح لك؟ ما تصدقيش الكلام ده، دي اشاعات، ده كلام جرايد. كل الحكاية ان انا عليا لعنة بتخليني اتشفط. اتشفط 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 بعيد عني مش جنبي. انا ما حدش اتشفط معايا. يلا امشي، انا هبلغ البوليس والمرة دي مش هخرجك. يا ستي من فضلك افتحي، ما فيش وقت، انا ممكن اتشفط في اي لحظة. افتحي بقى من فضلك. يعني برضو عمل اللي في دماغه. اسمعي يا ماما، ما تفتحيلوش، حاولي تضيعي وقت على قد ما تقدري، هو كده كده هيتشفط كمان شويه. لا ايه حكايه يتشفط دي؟ يتشفط ازاي يعني؟ قصدي يعني يختفي. يختفي؟ يا رب يا رب يا رب. سيبي ومشي. الحمد لله. زهق ومشي، زهق ومشي. يا حاجه يا ابله طن، اديني فرصه بس افهمك، انا جاي اقصد خير والله. اهدي كده واسمعيني. يا بيي لا تاذيني ولا اذيك. لا مفيش اذيه خالص، لا 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 انا جاي في كل خير. معلش اديني فرصه. لا خليك يا حاجه ابله. شوفي بقى، انا جاي اطلب من حضرتك طلب وكل امل تقولي اه. لا وافقتي كده على طول؟ طب اعرفي الطلب الاول. طيب قولي الطلب. انا ليه بس فكرتي فيها دلوقتي؟ كنت لسه بطلب ايدك من ماما تحت السرير. وهي قالت ايه؟ قالت اه. اه وافقت؟ لا الخبطه كانت جامده على دماغها. يا حبيبتي يا ماما. ايه زهره رايحه فين؟ انت يا بكري ما بقتش تاذي نفسك بس، انت بقيت تاذي كل اللي حواليك. اذا كنت مش عارف تخطبني هتتجوزني ازاي؟ زهرة انت عارفة ان انا مش هينفع اخسر خالي. خلاص يبقى تخسرني انا بقى. لا انت بالذات مش هينفع اخسرك. انا لو خسرت كل الناس ما اخسركيش انت. ليه بقى اشمعنى؟ لان انا. انت ايه؟ اقول. قول. بصراحة. بصراحة ايه؟ بح. يعني اول مره تقولها لي، تقول لي بح. بك بك بح وبك. انت بتحبني بالتقسيط؟ انت دخلت هنا ازاي؟ ده بقى اللي انا نفسي افهمه لك من زمان. طب تصدق بقى ان انت كنت لسه على بالي حالا؟ اخيرا. شوفي بقى، انا من ساعه ما خدت المسرح ده وانا كل يوم اتشفت من مكان اتنفخ في مكان تاني، ويقولوا لي انت دخلت هنا ازاي؟ هاملت. ايه؟ شبه هاملت. هاملت كان يظهر ويختفي في مختلف الاماكن وانا هو. ايه رايك في الاداء؟ اداء ايه؟ ابوس ايدك ركزي معايا، انا ممكن اتشفت منك في اي لحظه. مش عارف ايه اللي بيحصل لي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ومش عارف ذنبي ايه. انت تسببت في ايذاء نفسك وايذاء من حولك. انظر الى اقوالك وافعالك، هل يتفقان؟ في يدك الدواء وتشكو من الداء. ايه رايك في الاداء؟ حلو الاداء، جميل الاداء، ولكنني يا سيدتي بتشفط وبتنفخ كل ليلة. أذهب وأنا غير ذاهب ولكني ذهوب، وآتي وأنا غير آت ورغما عني آت. إيه رأيك في الحاجات؟
انت اللي عايش في الحاجات وهتفضل في اللي فات وهتتشفط وهتتنفخ لحد المسرح ما يرجع زي ما كان. يعني اللي بيحصل ده كله بسبب المسرح وانت عارفه؟ ما انا جيت لك وسالتك 100 مره ما قلتليش ليه؟ انت اللي عايش في الحكايه وبتسالني انا؟ انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي؟ اه تعمل ايه؟ طب تعالى اعملها ثاني كده. لا عليه لعنه؟ ده كلام ما يتسكتش عليه ابدا. طب وانا هعمل ايه يعني؟ انت رايحه فين؟ رايحه اغير هدوم يا ماما. شوفي انت ما تقوميش من هنا الا لما النهار يخلص. كنت بتجيبوا صورتي بتقولوا ايه؟ كنت بقول لها ان انت جيتني ورعبتني. يا ابني حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. يعني عاجبك اللي بيحصل لك ده ولا عاجبك اللي بيحصل لنا؟ انت هتفضل لحد امتى على الحال ده؟ يا ابني احنا ذنبنا ايه؟ يا ماما اهدي بس شويه، استني بس مش كده. طب يا ستي اديني هاديه، اتفضلي انت قولي ازاي. حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. يعني عاجبك اللي بيحصل لك ده ولا عاجبك اللي بيحصل لنا؟ هتفضل على الحال ده لحد امتى؟ طب احنا ذنبنا ايه؟ شوفي لما تيجي منك غير لما تيجي منها خالص. ايه اللي هتيجي منها وتيجي منك دي؟ ده حاجه غريبه قوي. ايه اللي بتيجي منك وتيجي منها؟ ده حاجه غريبه قوي. زهره. ايه يا ماما بس؟ خلاص انا هريحكوا، انا خدت قراري. هتعمل ايه؟ في حمام في التواليت. بتعملي ايه؟ بحبك جدا على فكره، وجاي عشان اكد لك بحبك قد ايه. طبعا. خلاص يا ستي رتبت افكاري وهبدا مشواري. ايوه. وهتخلص من اللي فات. يا سلام. وهركز في اللي قال. واول الحاجات. ايوه. عايزك بقى تحضري لنا بوكي ورد كده على ذوقك لعريس وعروسه. ايوه. العريس اسمه بكر السرياوسي. والعروسه اسمها اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ قولي لها اسمك ايه؟ وبالمناسبة دي بقى تحضري 30 بوكي ورد على 30 سنة، لا مش 30، 31 ونص. وكل سنة يروح لها البوكي ده في نفس الميعاد. احفظي بقى التاريخ ده. 30 سنة 30 بوكي ورد. بحاسب على الورد. افتح يا أمير. سيبوني في حالي بقى، سيبوني في حالي، مش عايز أشوف حد بقى، أموت نفسي، أموت لكم نفسي ولا إيه؟ طب افتح الباب، طب نتكلم. مش هفتح يا رباب. خلاص القصه انتهت وجبت النهايه يا رباب. البطله من سكه والكومبارس من سكه، ولو اتقابلنا في اي سكه وسعي للسكه يا رباب. انت مجنون يا ابني؟ ده اتجنن انت ولا ايه؟ افتح. طيب يا امير انت جيت لغايه هنا. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم بعد اللي عملته فينا، بعد ما بوظت لنا حياتنا، جاي تعمل هنا تاني ايه؟ اديني فرصه يا اخي. حرام عليك والله العظيم، بوظت لنا شغلنا وبوظت فرحنا وجبت الامير اكتئاب. حرام عليك، اقسم بالله. اقسم بالله يا بكر، امير لو جرى له حاجه ما هيكفيني دمك، هقتلك يا بكر. يا جدع اديني فرصه بقى، احسن واحده بقى. افتح يا امير. يا ابني انت عاجبك اللي بيحصل لك ده؟ بس طب عاجبك اللي بيحصل لنا؟ قول. هتفضل في اللي انت فيه ده لحد امتى؟ الله اعلم. طب احنا ذنبنا ايه؟ انت السبب. انت الشخص. انت السبب. تعالى اكون عامل في نفسك حاجه. يا امير افتح الباب يا امير. مش هسيبك يا امير وهقتلك. يا ابني ما ينصحش كده، سيبني واقف على الباب. مش هفتح. خليك بقى واقف كده، شوف مين يفتح لك. مفيش فايده.
احنا نكسر الباب. نكسر الباب ايه؟ تنيل الواد يجرى له حاجه. ها خلصت الهري اللي انت بتهريه؟ المفروض بقى ان احنا نصدق بقى اللي هي لعنه انت جاي تشتغلنا يا عم بكري. يا عم انت بتتكلم مع الساحر. بص يا بيكو الكلام اللي انت بتقوله ده بصراحه ولا حد يصدقه ولا حد يسمعه بصراحه كده اقسم بالله. ايه انت بذمتك ودينك يا بيكو لو حد قال لك انا بتشفت من مكان بتنفذ في مكان تاني واللي يفكر فيا اجيله واللي هبل ده كله انت هتصدقه؟ بصراحه لا. اهو انا معاكوا انا مقدر. انا لو حد جه قال لي كده هقول له يا عم انت بتكلم صح واقول اقسم بالله واقول انا عارف انا مقدر بس الحقيقه ان ده اللي بيحصل لي وانتوا صحابي وقفوا جنبي بقى وصدقوني. المكان زي ما هو ما اتغيرش زي ما قال كده يا بكري. اهلا اهلا يا عروستنا الجميله. ايه النور ده؟ اتفضلي اتفضلي. بكري فين؟ زمانه على وصول. اتفضلي اتفضلي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي اهلا وسهلا. اشربي ايه؟ ميرسي ولا حاجه. ميرسي بالبيان فرونسي. اكسلنت اكسلنت. كل ده انسى اللي جاي حقيقه بقى لا في خيال ولا تصور ولا الكلام ده كله. اللي جاي على ضمانت انا. ايه يا حبيبتي؟ الو يا بكري انت فين؟ انت بترد على التليفون اهو. انت فين؟ استنيك في النايت شاو. يا بيكي ايه ايه مالك؟ صحت في ايه؟ بترد يا بيكو في ايه؟ مين دي؟ مالك يا عم انت ايه هتغرق ولا ايه؟ مين اللي خطف؟ مين دي اللي خطف؟ انت رايح فين يا بيكو؟ يا بيكو زهرة فين زهرة؟ انا هنا يا بكري. انت كويسة؟ انا كويسة. في ايه؟ انت خطفتها عشان تضغط عليا؟ خطفتها عشان اضغط عليك؟ انت هتفضل على نيتك كده يا ابني. انا لو عايز اخلص منك اخلص عليك وايديا في جيوبي. ما تقدرش في قانون في البلد. هو القانون. انا اقدر اقول مشاجره انت صاحب نسك رميم بقى وفي شيوع في المكل قانونا انا الوريث الوحيد. ياه انا ما كنتش فاهم ان انت كده. عشان انت مش عايز تفهم الا اللي في دماغك. يعني انت بقى لا بتحبني ولا بتخاف عليا ولا يهمك مصلحتي زي ما انت فاهمني. بحبك زي ما عرفت مصلحتك وانا ادري ايه اللي جرى. من ساعه لما عرفت ست الحسن دي اتغيرت وضعك مش عاجبني. هي مالهاش دعوه. خرجها ايه بقى من القصه دي؟ انا اللي من ساعه ما خدت المكان الزفت ده وانا حياتي اتقنبلت. انا من ست انا قاعده مش عارف اعيش حياتي. حياتي باظت. المكان ده لازم يرجع مسرح تاني ويقدم رساله يقدم حاجه فيها قيمه حاجه تنفع الناس. الناس ما بتدورش على اللي ينفعها. الناس بتدور على اللي يعجبها وبس. على فكره بقى الناس ما بتحبش كل اللي محدش يتكلم عن الناس. كل واحد يتكلم عن نفسه بس. وانا عن نفسي جهزت لك العقد ده. امضي هنا والمكان ده هيبقى باسمي. كده تريح نفسك وتريحني. خلي البت دي تنفعك. ايه ده هو بيقول لي مين يا بت؟ هو انا كان. وانت سايبه يقول يا بت وانت واقف؟ فعلا حاجه تضايق. انت ازاي تقول لها يا بت؟ مش دي حاجه تضايق؟ انت ترضى حد يقول لك يا بت؟ انت بالنسبه لك لو فيها مصلحه هترضى. هو ده اللي انت قدرت عليه؟ استنى يا بت بجيب لك حقي. تجيب لي حقي وانت عارف تجيب لي نفسك حقك لما تجيب لي حقي. بيقول لك شيوع في اكل ومسرح صاحب الكباريه ومشاجره ادت الى انت مش فاهمه ولا ايه؟ افهم من كده ان انت هتمضيني. انا غلطانه من الاول ان انا صدقتك ووقفت جنبك. انت اصلا مفيش منك امل. استنى بس الساعه معاكي كام؟ ودوقته ساعه؟ قولي لي بس الساعه كام؟ 9 ال. حلوه قوي الا دي. خلينا في الا بقى. بامدي اهو بكري سريع وسط. اتفضل امشي بقى اطلع بره. لا مش همشي. اطلع بره. انت اللي هتطلع بره. ايه ما انا هفهمك ازاي بس بالراحه عشان تفهم بالراحه. انت مثلا يعني مثلا لو عندك وزه او عندك بطه تاني بلاش الوزه والبطه احنا مش جعانين.
لو عندك مسرح مسرح وانت مقضيها وانت المفروض تقدم بلاش انت تقدم عشان انت هتاخر. انت مثلا مثلا يعني لو عندك دم دم والساعه بقت 9 هيحصل ايه يعني؟ ما لحقتش اقول له هيحصل ايه. بس ايه رايك في الاداء؟ حلو قوي الاداء. لحظة، انا مش مجنون، انا مش مجنون. انت مين؟ هو اريو، هو اريو. مش مهم انك تغلط، المهم ان انت ما تستمرش في الغلط وتصلحه. المسرح ده مهم جدا بالنسبه لي، علمني حاجات كتير قوي، عرفني مين بكر السرياوس اللي انا عايزه مش اللي حد تاني عايزه. افتح الستاره. كده انا رجعت للحياه، والمسرح كمان عرفني مين اصحابي اللي ينفع اعتمد عليهم. لا هتوقع هنا، هنا دياجونال كده. شاطر يا عشرين. لما انت بتضايق قوي كده ليه وافقت من الاول ان الكباريه يبقى مسرح؟ ما انت لو كنت جربتي الشفت يا سما ما كنتيش سالتيني السؤال ده. اوكي عرفني مين بيحبني وبحبه. كاتب الخطوبة. ايه رايك يا خلاف؟ هو انت لو كنت جبت كده رقاصة ولا كان بنت بتوع النايت دول بتاع الدانس كل حاجة هتبقى جميلة والمسرح هيبقى مسرح. راح مع الرايحين. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بحبك يا زهرة. وانا كمان بحبك يا ابني. لا بس انا بحبك قوي جدا فعلا خالص. وانا بحبك ايضا. طب تعرف ان انا كاننا لا استنى بقى، اللي انت ما تعرفوش ان انا لازم عشان لازم ايه؟ عشان لازم نتجوز بسرعه علشان نلحق نخلف عيال حلوين زي دول. لا انا عايزهم حلوين زي دول. احلى دول.